شنو علاقتك بالراحلة أم فهد؟ هواي كنا نشوف الله يرحمها برحمته الواسعة صور وياها وفيديوهات صديقتنا والبنية يعني تحبنا وتعزنا وما شفنا منها شيء يعني أذانا ولا سمعنا منها كلمة مو حلوة، فالله يرحمها برحمته الواسعة الحمد لله والشكر. يعني كانت صديقة أكيد صديقتنا خو ما أقول لك مو صديقتي راح أصير هنا متناقض. أنا أنا أول واحد غنى بحفلتها أول واحد من انعرف ويوم فهد. فهد ابنية فقيرة بس ما أعرف بعد الله يرحمها بالنهاية الله يرحمه ولف رحمه على روحه بهاليوم. ها سؤال الأخير بهالفقرة تعود حالتها 60، سويت أغنية ضد المخدرات، إيش صار وراها الأغنية؟ إيه أنا طبعا ألف تحية لوزارة الداخلية المحترمة وتحياتنا لمعالي الوزير عبد الأمير أبو مصطفى الشمري الله يحفظه ويطول بعمره، هذا الإنسان الطيب والراقي. أنا والله في خدمة وزارة الداخلية وزارة الدفاع وجميع مؤسسات الدولة، أنا أخدم الشغلة المزينة سوى عليها أغنية، سويت أغنية عن الرمي العشوائي بس أنا يأخذوني الحكي مالتي يعني من سويت أغنية عن الرمي العشوائي زاد الرمي. أنت بحفلتك مليانة رمي عشوائي حفلات. إيه يعني مشكلة، أنا المهم أستهدف الموضوع. سويت أغنية عن الرمي، سويت أغنية عن المخدرات، سويت أغنية لوزارة الداخلية، سويت أغنية للشرطة الاتحادية، للدفاع، للدفاع المدني، للأمن الوطني، كل زين كرموك عليها شيء يعني في اليوم؟ لا والله ما أعرف يعني الشكر وتقدير ماكو، هذا منسي ما أعرف أبقى عاني مارشماني ما أحتاجهن الحمد لله. سجلت أغنية على المخدرات من نزلت الأغنية خابرنا واحد قال سجل على المخدرات مو الله كريم، قلت بوي النبانة قال لي الله كريم وسده، قلت هذا وين راح يطقني؟ تهددت هذا راح يجينا حاطلها أبو لطيف طب وبرجني ولا أخوك عرج وما صار تهددت لي لا لا شي يسوي خليه يجي هلبي. هو موضوع المخدرات منتشر للأسف يعني ما ينكر بس إن شاء الله بقواتنا الأمنية. أنت أكو أحد مثلا يخصك أو صديق شفت أنه المخدرات ضيعته فسويت هالأغنية؟ هواي أصدقائنا هواي ناس نعرفها يعني مو أعطيني قصة من القصص سمعتها بسبب هالمخدرات يعني هدمت بيت. هو يا سياريته هو كون من يشتغل كون من ينسجن ينحكم كون يعوف شيء له له خو ما يروح كل شيء ماكو يعني يكون معيل هو اي نعرفهم اخو صديقنا واحد نعرفه انحكم بال 12 سنه 10 سنوات تقريبا كل شيء ماكو اهله بالايجار وداعتك فهذا الموضوع خلينا نطلع منه مو موضوعنا. انا جالس انا بالفرن بالصمون